عبد الحليم النيس نموذج غريب، هو كل شيء بتيسير من الله سبحانه وتعالى. أنا كنت دير دستور لحياتي في واحد مجالات عديدة، ومن جملتهم العمل. العمل كان عندي كان قد صل واحد درجة أن البرلمان كان تقريبا هو اللي كان دوز فيه أكثر وقت أكثر من داري، بمعنى السبت والحد كتصيبني جاهز في البرلمان، العيد في البرلمان، إذا كان العيد الكبير حدي داك اللحظة دي الأضحية والعشية كتصيبني في البرلمان. هاد الشيء هو اللي خلاني نعمل التوثيق اللي ما هضرناش عليه، التوثيق اللي الآن عندي 26 كتاب. كنت كنجمع أي حاجة عندها علاقة بالبرلمان، حتى كونت ذاكرة البرلمان اللي البرلمان ما كانش ما عندوش، يعني لولا الذاكرة اللي عمل عبد ربي ونقدت أنا هذا العب الضعيف، نقد البرلمان في أكثر من مرة من مناسبة، مثلا في 2013 من يخطب جلالة الملك في أكتوبر وقال غادي خص تكون الذكرى الخمسينية للبرلمان، ما لقاو ما يدا التاجؤوا لهذا العبد الضعيف وانا متقاعد. وعيط لي مدير الديوان ديال كريم غلاب الشرايبي تنقول الاسم باش اللي بغى يكذبني يقول، ودخلت وقال كسي بالنسبة هنا كذا كذا، وعطيته السي دي فيه 1000 صورة وتعمل معرض، ولكن مع كامل الأسف عملوا المعرض وما داروش اسمي، الصور اللي خداو من جهات اخرين خلاو الاسم، وعبد الحي بالنسبة ما عملوش سميتو، كيبغيو يزولوا اسمي كان داك الاسم ما عرفتش غيدير في البلاد. ها هو كان فيها عبد الحي بنيس، اش غيوقع وشكون اللي غيديها فيها كاع، واش كان ولا ما كانش. ولكن الناس بالاسف الحقد والبغض، بينما وزاره اخرى خدات كتاب من الكتوبه ديالي وعاودته بطريقتها وداروا منه موسوعه وقدموه لجلاله الملك في اكتوبر 2013 الوزير ديال داك الوزاره، وتبدل داك الوزير وجا وزير قدموا عاود حينوا في 2015 وقدموا لجلالة الملك، ومشى داك الوزير وجا وزير الثالث وحينوا هذه وزارة العلاقات مع البرلمان، باش ما يبقاش المشاهد كي وزارة العلاقات مع البرلمان كتاب ديالي، وداروا موسوعة العلاقات مع البرلمان وقدموه للملك 3 مرات في أكتوبر 2013 أكتوبر 2015 أكتوبر 2017، وهو العمل ديالي وما نسبوه ليش وما داروش اسمي، ونوض تهرج واتصلوا بيا واعتذروا واعطوني شي بركة، ولكن أنا خصني اعتراف المغرب كله يعرفوا، لأنه من جمد شي كانوا قال لي الخلفي هكا باسمه عنده في البيرو بلسانه، قال لي راه الكتاب راه في الديوان الملكي، راح التمسنا من صاحب الجلالة باش يدير له تقديم، كان سيدنا غادي يعمل له تقديم لذاك العمل، ولكن لحد الآن ما تعملش تقديم وما خرجش، بمعنى وثقوا الخبر أو عارفين العمل ديالي الحمد لله. هذه من جملة اللي قلت لك خداو لي أشياء مؤخرا. غير في 2021 وهبت جزء من الرصيد اللي عندي الأرشيف المغرب، وبطلب من أستاذ جامع بيضاء مدير الأرشيف المغرب، هو اللي قال لي خصك توهب هذا الشيء اللي عندك. عملنا اتفاقية نهار 18 فيفري 2021، 79 فيديو، 2361 صورة وأشياء أخرى، كتبت الصحافة عليها المواقع كل شيء إلى آخره. من بعد شهرين وثلاث أيام كان قرأ بأن رئيس مجلس النواب المالكي الحبيب المالكي كيوقع اتفاقية مع مدير أرشيف المغرب في إطار التعاون في الأرشيف كده، وما شنو هو داك الاتفاقية غير باش يدخلوا لذاك الشيء اللي عطات الأرشيف المغرب باش يشوفوه، وداروا معرض بما وهبته للدولة، داروا نهار 9 يونيو 2021، ونهار 10 يونيو كان معرض داروا أرشيف المغرب اللي خلاه 3 شهور، مدة 3 شهور 4 شهور هو في هذاك مجلس النواب ما استدعانيش، استدعى الرؤساء المجالس هذا، والمنتوج كله ديالي، المنتوج ديال داك المعرض كله ديالي. ولكن اش كيقولوا في هذه القضيه في الامثال الشعبيه، حيت عندي كتب تاع الامثال الشعبيه، تيقولوا الموزون هذا الخادم والبريح لا لها،
بما انها كانت معروضه في شي فرح وبغات تغرم ما لقات باش تغرم، جات الخادم ديالها قالت لها راهي حلت الصاك خدات لها شي بركه ديالها وعطا الله مع لاله فلان عطات وراه داكشي للخادم. هي داكشي اللي عملوا به معريض ديال عبد الحي بن نيس ماشي ديالكم وانا، وبغاو يزولوا الاسم ديالي. جا جامع بيضاوات انا كنقولوا الان باش اللي بغى يكذب ولا شي حاجه انا موجود، واشي عندي بالصور بالوثائق. قال لهم ابدا عندي اتفاقيه مع السي بنيس خص اسمه يبقى. داكشي علاش ما عيطولش، وحضرت في الارشيف في المعرض ديال في ارشيف المغرب وخلاو الاسم ديالي. اشياء عديده من هذا القبيل، ولكن هادشي كله غادي يبقى في المسيره ديال الحسنات ديالي ان شاء الله الا بغى الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.